الراديو 90 90، هواها مصر. ومعانا ألف، هو مش عايز يقول اسمه. ألو، السلام عليكم. ممكن تعلي صوتك؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا حضرتك، الحمد لله. ليا تعليق على الحالة اللي فاتت دي. وهحكي لكم بعد كده اللي حصل معايا أنا شخصيا من 28 سنة. من 28 سنة؟ بالظبط. أيوة، اتفضل. التعليق أولا أن يجب أن نتأكد أن دي بنته، أي طريقة كانت. لا، علي صوتك معلش. يجب أن يتأكد أن دي بنته. أيوة. ثانيا، اللي عايزه تخون ما بتستناش ان جوزها يسافر او ما يسافرش، هو لو خدها معاه برضه ورايح لوحده عشان يوفر اكبر قدر من المال عشان خاطرها، فاللي عايزه تخون هتخون واتيفر هي موجوده فيه. يعني اعتبارا ان احنا بس بنقول ايه، نتجنب الشبهات، يعني ما مرميش مثلا مرات حضرتك. مرميهاش في النار واجي اقول اصلها في النار، يعني ما مثلا ما هو مرمي في النار برضه. يعني هو مش عامل كده بمزاج. اكيد انا عارف. فدي المشكله. 28 سنة بقى أنا ابتديت رحلة الزواج بتاعتي. فوجئت بعد كده إن هما، أنا رحت طبعا الجواز صالونات كده وناس محترمين أو يبدو إنهم كده. قرب من التليفون. يبدو يعني رحت الناس المفروض عائلات، يعني عيلة كويسة المفروض. فوجئت بعد الجواز إن أنا اتجوزتها في عيب خطير جدا، ألا وهو مهزوزة الشخصية، فاقدة الثقة بنفسها. وما يترتب على هذا من مشاكل بقى، وعرفت انها كانت راحت لدكتور نفسي والكلام ده وما تقديم. المهم خلال 28 سنة بقى، عشان في بنات يعني، حاولت اصلح او اصلح او اعمل اي حاجة. انت قعدت معاها 28 سنة ولسه قاعد لغاية دلوقتي وبالعيب ده؟ اي طب ما انت متعامل اهو 28 سنة. لا انا مش انا غصب عني، سافرت فترة برضو برا ورجعت وبحاول اصلح، لان انا عندي بنات. فمش عايز يبقى ايه، معناها هي بتطلب ان الانفصال وكذا وكذا وكذا. وانا يعني بأسرع على نفسي 150 ليمونة في اليوم علشان البنات مش اكتر، يعني درجة يعني انا مش عايز اقول تفاصيل عشان ايه يعني ما يبقاش الموضوع معروف، يعني مع ان دايما الست هي اللي بتحاول تضحي وتعدي عشان خاطر الولاد، لكن لا غصب عن يعني على غير الحقيقه تماما، يعني عكس كده تماما. انا بقول لها المشكله ان انت عنيده وستيوبد. لان الغباء ده على فكره مش عيب او مش حاجه، هو ده ان انا اتصرف نفس التصرف اكرره 100 مره اتوقع انه هيديني نتيجه مختلفه. بالظبط، هو ده بيبقى الغباء. فمش عايزة تسمع خالص، هو كل اللي بتسمعه كلام اختها ووالدتها. وانا صح طول الوقت وما بسمعش غير نفسي. الله ينور على حضرتك. والتبريرات بقى، ما انت عارف حضرتك بقى اللي بيبقى فاقد الشخصية وفاقد الثقة في نفسه. وبيبرر من غير ما تطلبي، يعني انا لو سياسة الهجوم قلب الترابيزة. بالظبط، يعني انا عملت كده عشان كذا كذا عشان كذا وكذا وكذا. يعني ادعوا لي ان ربنا يصبرني عشان خاطر البنات. ربنا يخليهم لك يا رب. وانا عايزه اقول لك ان انا بشكر احساسك الحلو ده بالابوه. احنا بنعاني اليومين دول، بنعاني من الرجاله اللي بتسيب بيوتها، الرجاله اللي ما بتهتمش بولادها، الرجاله اللي بتضحي في لحظه، مش بتضحي، بتبيع في لحظه، بيبيع كل حاجه، ودايما يقول لك الراجل بياع، الراجل طبعه الغدر، الراجل اديكم شايفين اهو مثال حي لراجل بيحافظ على بيته وبناته. يعني كان ممكن يسيبها ويسيب مراته العنيده اللي زي ما بيقول ان هي غبيه، حتى مهما بيقول ومهما بيعيد بتعيد نفس التصرفات تاني. 28 سنه من التضحيات والعذاب ومصمم يكمل عشان خاطر بناته. انا بحييك بجد، يعني ان انت فيك الاحساس العالي ده بالابوه اللي احنا يمكن بنفتقدها كتير قوي اليومين دول. يعني كمل، ودي رسالة، دي والله دي رسالة اللي انت بتأديها دي عشان خاطر بناتك. يعني كمل، وبكرة يعني لما بناتك تكبر ويتجوزوا هيقولوا لك بجد مرسي، يعني ان انت وقفت في ظهرنا، لان الاب برضو سند. يعني الراجل اللي بيبيع بناته وبيته عشان نزوة ولا عشان دي كارثة من كوارث الزمن.